الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا Anne biz içeri girelim oradan. Ertan, onunla girsin oğlum.